بالنسبه للمنتخب المغربي خيب الامل ديالنا هاد الليله، وكما تيقول لك واحد المثال تيقول لك الفقيه اللي نتسناو باركتو دخل الجامع بلغتو، هذه هي ديال الحكيمي اليوم اللي خلانا الوقيته اللي باغيينو في امس الحاجه ليه مشيتي زاكله راميها للفوق. المهم كما كل سنه كدوز عامين تنمشيو نشجعوهم نتسناو تيخدلونا، ديما خادليننا ديما دايرين لنا نفرحوا معاهم كنتسناو شي حاجه، ولكن النتيجه النهائيه ما كايناش. ها هو الجهد كاين ولكن النتيجه النهائيه ما كايناش، حنا بغينا النتيجه النهائيه، مادام ما كايناش النتيجه النهائيه راه ما كاين والو. صراحه حنا متاسفين بزاف لهذا الاقصاء، عاوتاني مره اخرى شفنا المنتخب المغربي تاع شحال هادي اللي هو تيلعب مزيان، الباس كاين، كيخلق فرص نتاع الاهداف، شكون اللي باغي ماركي الله اعلم، راس الحربه حتى هو اللي معولين عليه ما عرفتش اش يدير. بغيت نقول واحد الحاجه اخرى هي انه صراحه بنت بلاصه زياش، واخا هو الفريق الكره راه ما خصناش نعولوا على لعاب واحد، خص يكون الفريق متكامل، الا مشى لعب خص يكون ديما البديل، ولكن مالوغوزمون بان الفرق. المنتخب الهدف ما كاينش والو، الهدف اللي يوصل للشبكه ما كاينش، يعني الدراري نهزموا كذا يعني باش يدخلوا على الفرحه على جميع المغاربه كله داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله. لعبوا كره الله يعشيهم الصحه، تقاتلوا كيف العاده كيف جيما راه تقاتلوا جيما وداروا اللي عليهم. اخويا ما كتابش كل عام تيتمناو المنتخب يتشا، ولكن اخويا ما كتابش اش غادي نديروا، تشرط على الله. وكنا مغاربه راه واخا خسرات راه المغرب في القلب، ماشي زعما حنت راه خسروا صافي راه ما غاديش نساندو، احنا راه معاهم سوا خسروا سوا غلبوا، وهذا الشيء اللي كاين. والعقوبه ان شاء الله البطولات اخرين وكؤوس اخرين الحمد لله. واخا الصراحه بقى فينا الحال بزاف والكلمات باش بغيت نعبر ما كاينينش، والله العظيم صراحه كنا معولين اننا بينا نربحوا ضد في العجيان، ولكن ما كتبش وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله باقي عطاه الله الخير. المهم حنا الاخرين اللي تقسينا في الدول العربيه والحمد لله والشكر لله داز كل شيء على خير، وديزا عواسر كما كنقولوا كاين ديما مغرب. المنتخب الوطني المغربي يودع العرس الافريقي من دور الثمن النهائي عقب هزيمه قاسيه امام جنوب افريقيا، لتتواصل بذلك النكسات قاريا في انتظار سنة أخرى لعل التتويج يكون قريباً.